ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين يعني فقرات مصر الحلوة. ويمكن أنا انبسطت جدا أنه اتربط قبل الفاصل مباشرة كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيدشن مشروع قناة السويس الجديدة، ويمكن ده ادانا حالة الربط اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في بداية الحلقة، وادانا كمان حالة عودة هيبة الدولة. النهاردة الناس كلها كانت بتحذر، الناس كلها بعض الدعوات اللي كانت بتحذر المصريين ان هم ينزلوا الشوارع وان هم يتجولوا وان هم هيخلوا النهارده يوم بركان ويوم غضب من بعض الجماعات الارهابيه، لكن المصري وقف للناس دي كلها وقدر انه يثبت انه مفيش حاجه بتخوفه، قدر انه يثبت ان البلد دي لازم تكون موجوده بيه هو قبل اي شيء، وقدر ان هو كمان يصد اي اعتداء من جانب اي تنظيمات خرجت النهارده او اي مسيرات خرجت النهارده في الشارع علشان تعكر صفو البلد دي. وزي ما اكدنا ان اليوم ده احنا فقدنا فيه 114 شهيد من رجال الشرطة دافعوا عن هذه البلد. عايزين نتكلم عن هيبة الدولة، وخلوني أرحب بضيفي اللي بجد أنا استمتعت معاه بالحوار الودي اللي كان بيني ما بينه في الفاصل، سيادة اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق. مساء الخير سيادة اللواء، مشرفنا في مصر الحلوة. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا بك. شايف مصر الحلوة إزاي قبل ما نتكلم عن عودة هيبة الدولة؟ مصر الحلوة بعيون سيادة اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بداية أشكر هيئة الكنيسة بدعوتي للقاء اليوم، وسعدت أكثر باللقاء مع حضرتك والمقدمة الجميلة التفاؤلية التي يجب أن نكسر منها في كافة وسائل إعلامنا. نحن عندنا إيجابيات كثيرة لابد من إلقاء الضوء عليها، لأن الشعب عاوز حس إن في إيجابيات، وفي إيجابيات بالفعل. وعجبني تعبيراتك بهيبة الدولة. الفترة اللي فاتت، فترة ما بعد ثورة 25 يناير، ظن البعض أن الدولة ليست لها هبة، كويس، لكن دولة لها هبة ولها إرادة، وبفضل الله بعد 30 يونيو أصبحت هبة الدولة لسيادة المشير السيسي كان من ضمن أهدافه الرئيسية إعادة هيبة الدولة. ونحن لاحظنا في إعادة هيبة الدولة المبادرة المصرية لإنهاء أزمة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أخواننا في الشعب الفلسطيني، وكانت مبادرة مصرية خالصة دون الرجوع إلى الإدارة الأمريكية الذي حداها إنها تعرقل وصول وزير خارجيتها أكثر من مرة، ضرورة إدخال قطر وتركيا في المبادرة، رفض القرار المصري أن هذا أن هذه المبادرة مبادرة مصرية خالصة، لأن مصر هي الوحيدة القادرة على حل مفتاح هذا اللغز، لأنها هي شريكة مع الشعب الفلسطيني في كافة مشاكله. رغم من وجود حماقات من بعض القيادات في حماس، لكن الشعب المصري صديق وجزء منه الشعب الفلسطيني، فلا أحد يغالي على المواقف المصرية والتضحيات المصرية للقضية الفلسطينية. وهنا هيبة الدولة اللي احنا بنتكلم عليها جوه وبره يمكن بدأت بالتوازي بالاتنين. انا بحاول ان انا ابني مصر الحلوة جوه بهيبة الدولة انها ترجع لها، وفي نفس الوقت يبقى قراري موجود بره. انا برضك عاوز اوضح للمشاهد ان سيادة المشير السيسي يسير بخطوات مدروسة في عمله على المستوى المحلي وعلى المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. رجل دولة ويعي ما يفعل، يعي ما يفعل، ويعرف أبعاد كل شيء، وأبعاد الأمن القومي بالنسبة له عالية، بعده أو حسه الأمن القومي عالي تاريخه جدا. تاريخه كمان العسكري بحكم وظيفته وحكم رجل دولة، هو رجل دولة ويعلم ما هي قيمة مصر ومدى حبه لمصر ومدى حب مصري عموم المصريين لمصر. يعني ما يحدث من فيصل الإخوان لهدم البلد، لكن 90% من الشعب المصري حب مصر وعاوزين مصر تعود مرة أخرى ريادة وفهم المخطط. نعم، وفهم المخطط اللي كان بيحدد طبعا فندم مصر. هو النهاردة لما يجي النهاردة يقعدهم يضربوا في أبراج الكهرباء، هو بيقصد إيه من كده؟ هو بيقصد إن هو يعجزك اقتصاديا إنك تدفع فلوس في الإصلاح، فده بيعجز في الموازنة،
نمرة اتنين هو عاوز يوصل الى ان الكهرباء من الاشياء اللي هي تمس غالبية العظمى من الشعب والمواطن محتاجها، فقطع الكهرباء عنهم فترة طويلة تصير سخط الشعب على النظام والحكومة. لكن بدأ الشعب المصري الواعي بفضل الله سبحانه وتعالى ان هو يعي ان هذا مخطط وابتدى يتحمل ويصبر كمان. يتحمل اصل النهارده المواطن ما يتحمل يا فندم، المواطن النهارده يتحمل، لان احنا يعني النهارده عاوز اوضح للشعب برضك ان احنا حجم التهديدات الخارجيه والداخليه في البلد عالي جدا، عالي الخطوره، ومع تلك التهديدات ما الدوله تسير في خط التنميه. واول ومبادئ الاداره هيبك الدوله هو مشروع قناه السويس. هذا المشروع مشروع مصري خالص، ان شاء الله سينشأ بأرض بأيدي مصرية وبأموال مصرية، والهدف منه إعلان سيادة الدولة نحن أصحاب قرار وأصحاب إرادة، ونحن هنحمي هذا المكان مهما كانت هندفع فيه الغالي والنفيس، لكن احنا هنعمله على ان ده متنفس لشبابنا، لان من أهداف السيد رئيس الجمهورية هو القضاء على البطالة. كيف أقضي على البطالة؟ البطالة لازم أعمل مشروعات، لازم أشغل شباب. إيه المنتج النهائي في هذا الموضوع؟ انتعاش اقتصادي. إيه المنتج الأمني؟ الحد من ظاهرة الإرهاب، عشان أقدر إن أنا يبقى عندي تنمية في البلد. لازم النهاردة، لأن من ضمن مقومات محاربة الإرهاب التنمية الاقتصادية. النهارده الناس الاخوان بيلجأوا الى الاشخاص ذو حاجه الى المال، بيدفعوا له المال لاتيان اعمال اجراميه. لو انا قدرت ان انا يعني اقفل النهارده، لان الشاب النهارده الشاب العاطل ده قوه تدميريه في البلد، فالنهارده تشغيل هذا الشاب اصبح شاب منتج، لان هو شاب عاوز يعيش كاي واحد، عاوز وظيفه، جوز، يشتغل، ياكل عيش، مش ملوش طموح اكتر من كده. فالهدف الرئيسي في هذا المشروع هو تنميه موارد الدوله الاقتصاديه، وبالتالي بننمي المشروع بالمشروعات، بنضم شباب لحد من طابور البطاله، بالتالي بنقضي على زياده الارهاب. وكده كمان بالاضافه ان انا مساله الانتماء، ان انا بملك المشروع لاولاده، للمصريين في الاكتتاب والمساهمه فيه. ما هو اصل الشعب المصري لديه اراده قويه اذا امن بالقضيه. يعني النهارده حضرتك لما تيجي النهارده بتحب هذا البرنامج او بتحب هذا المكان، والمواصلات اتقطعت، تعمل ايه؟ ممكن تاخدها ماشي لحبك للهدف او الواجب اللي انت رايحه. كويس، النهارده انا مستعد اعمل كل حاجه مقابل هذا الموضوع. يعني النهارده ارجو برضك من وسائل الاعلام ان هي تبرز هذه النقاط الايجابيه. كويس، النقاط الايجابيه ده قرار مصري، سياده مصريه، مش كل واحد بقى يقعد يقول بكذا في كذا. لا، الناس اللي عملت هذا الكلام ناس اولي امر، عارفين كل التداعيات، عارفين كل المخاطر، وهم ادرى بطبيعه المرحله اللي احنا عايشينها. لازم يا فندم، لازم. هي دي بقى اراده الدوله اللي انا عاوز اتكلم عليها، ان اراده الدوله بالرغم من وجود تحديات خارجيه كبيره من دول معاديه تظهر عدائها لمصر، تظهر عدائها في العلن، يعني بتظهر عدائها يعني في العلن. يعني مفترض ان الدول لما تيجي تحارب دوله تحاربها اقتصاديا، تقلل من دورها الريادي، أجهزة مخابراتية تأثر بعمليات، لكن ده عداء علني لسلطة الدولة، ومع ذلك بنقاوم هذه التحديات وإبراز قوة الدولة وسيادتها. وده يمكن بيأكد إن البلد دي مصونة إن شاء الله بإذن الله محفوظة. برضك أنا عاوز أقول لحضرتك برضك من ضمن قرارات هيبة الدولة هو قرار رفع قيمة أسعار الطاقة. يعني النهاردة أنا راجل أخاف على البلد، هل أقعد أخايف على طول وأغرق، ولا راجل أقول أنا يعني أنا مريض، أنا عندي مشكلة، أنا مريض. كويس، الأطباء نصحوا إن أنا أخش غرفة العمليات بعملية جراحية وإلا هموت، ولا أخد عقاقير
والعقاقير المسكنات اللي هي ممكن مش هتقود في النهايه لنتيجه. لا انا هقدم على عمليه جراحيه واتحملها ليه؟ على اساس ان انا انهض ببلدي. عارف حضرتك يمكن مساله كمان هيبه الدوله هنا ان احنا اصبحنا قدام حاجه جديده بتتكلم في المواجهه والشفافيه. الشفافيه ان انا عندي مشكله والامر الاخر في المواجهه. قدم الشعب المصري يستطيع ان يتحمل اقصى ما هو موجود طالما اعلنته بالامر. الامر بس يعقبه هذا ايه؟ ان انا اقول النهارده يا جماعه تحملوا شويه على اساس ان انا بعمل كذا وكذا وكذا. لازم كل فتره اوضح للشعب احنا وصلنا في الموضوع لكذا وان شاء الله هنمشي لكذا. وده نهج ماشي بيه الدوله ان شاء الله تعالى، لان الرئيس ماشي بيه، لان الشفافيه ديت الشعب المصري شعب ذكي، شعب ذكي ولماح، لا يستطيع احد ان 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 يضلله، لان كل حاجه اسباب بتبان، كل حاجه بتبان. انا النهارده لقول لي انا بعلي اسعار الطاقه، لان لابد النهارده انا عندي حاجه مهمه جدا هي مرفق التعليم والصحه، دولت لازم، وبدون تعليم وصحه مفيش اي قائمه. لازم التعليم ده يا فندم، لازم مرفق التعليم ده من الاشياء الاساسيه في نجاح الدوله واستقرار الامن. واستقرار الامن بمعنى النهارده انا لما اعلم الناس تعليم جيد، ما يجي اي واحد يقول له خزعبلات، ده راجل بيتكلم خزعبلات، لكن انا لو جاهل ايه اللي بيحدث؟ اضطر ان انا دلوقتي محاربة الفكر بالفكر، صدقه، لان الفكر لا يجهل الا بفكر، بالفكر. فلا بد من نهضه للتعليم، عشان التعليم ده عندي لما بيكون في نهضه بغ اي افكار هدامه لابد من هدمها في مهدها. هدمها فين؟ تم وعدها من بدايتها. من بدايتها لازم توقت في بدايتها. كويس، هو ده الفكر العمل، يعني موضوع مش موضوع، لان كل تصرف وانسان متعلم بدون صحه برضو انا برضو خسرت اللي انا صنعته فيه او بنيته فيه. يا فندم انا عاوز حاجه، العنصر البشري اغلى شيء في الدنيا، اغلى شيء في الدنيا، وهو ده مقوم الرئيسي لاي شيء. النهارده هو النهارده الموظف الشاطر في اي بنك بيكسب. هو احنا جبنا انسان قال يشتغل ولا عنصر بشري؟ عنصر البشري عنصر مصر بمقوماته. احسن تدريبه، احسن تلقينه، احسن تعليمه، ففكره افضل. كويس، اذا هنا عنصر بشري، اذا اعد اعداد جيد ونهضنا بيه ان شاء الله سننهض بالبلد ككل، لان النهارده معظم مشاكلنا اللي بتتم بالنسبه للنهضه الناس البسطاء، بيجي اي واحد يكلمه قال الله وقال الرسول وكلمتين ويصدقه. نعم، هو في النهايه بيعتبره قائد من قاده الراي اللي لابد من تصديقه. ان هو ان برضك انا برضك بقول ان دي الناس دي ظهرت وترعرعت في غياب عن الدوله، في غياب عن الدوله ومقاومات الدوله، مقاومات الدوله. لكن النهارده انا بدات ابص لها ان ده، ان انا عندي من اكبر حاجات تؤثر في الامن هي الخطيب اللي على المنبر، اللي على المنبر او الـ 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 او الخطيب اللي في الكنيسه، ده من ده ماسك مدافع، ده ماسك مدافع، كل كلمه بيقولها مدفع. فلا بد ان يصوب هذا الفكر، وان يكون فكر وسطي يحب البلد ويكون موجه لاتجاه تنميه البلد. ده يقودني لمساله تصحيح الخطاب الديني اللي اتكلم عليه، او تجديد، بلاش نقول تجديد الخطاب الديني اللي اتكلم عنه السيد الرئيس، وهذا من اراده الدوله. انا برضك عاوز اوصف ان احنا في النهايه هي دي مصر الحلوه اللي احنا بنتكلم فيها. يا فندم لابد انا اعرف اخطائي، والنهارده النجاح يا فندم ان انا اعرف اخطائي واحط ايدي عليها وابدا عليها واقاومها. تمام، ما دي من ضمن دي الاعتراف بالخطا، ده يعتبر قوة في الإدارة وقوة في التنفيذ. نادم اعترف ان انا اخطأت في نقطة معينة، انا بتداركها وبقول ان انا فعلا اخطأنا في هذا الموضوع. اذا بالتالي لابد نصل، لازم نعرف مدى خطورة المناطق العشوائية، خطورتها كون الدولة تنظر للمناطق العشوائية، تعمل وزارة للشعبية. ليه؟ لان عارفه خطوره المناطق العشوائيه، لان بدايه الارهاب مناطق العشوائيه. انسان ساخط على البلد، مطلوب منه يعمل ايه؟ ينزل يحيي ولا ينزل يكسر؟ هيبه الدوله هنا لما حضرتك ان احنا كمان بنصل للمناطق العشوائيه، الخارج بقى او بره، الغرب شايف قوه الدوله المصريه في هيبتها،
شكلها ازاي في نظره دلوقتي؟ اولا افندم، هل هي حاله خوف مثلا وان هو خايف من حاجه جايه اسمها مصر القادمه، ولا هو يقدر يتعامل ازاي؟ برضك يا فندم، هو الدول الغربيه يهمها ان مصر ما تنهضش، تجهدها، تجهد واحد مجهد، لان هي عارفه ان هو لو ال 88 مليون بتوعنا دولت بقوا متعلمين وظروف الصحه كويسه هيقلب المنطقه بالكامل. فهو حريص ان يسقني بمشاكل، يعمل لي مشاكل، يعمل لي قلائل، نعم، رغم عشان يفضل، عشان افضل انا تعبان، لكن مع الاراده ومع النمو لابد ان شاء الله، مع التنميه، لازم. وقبل ده كله نقول الامن، يعني لو احنا كل عام مشهد الامن يا فندم، الامن يا فندم، الامن هو محصله كل قرار. يعني النهارده لو في وزير اعطى قرار كويس ايا كان القرار، صائب لكن له ابعاد امنيه، يعني النهارده زياده الاسعار ديت، ما ده قرار صائب لكن ممكن له كله انعكاسات امنيه، ممكن الناس تعطى خروج على على على, على 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 هذا الموضوع. لكن تفهم الناس لطبيعه المرحله وان احنا بنعمل هذا الكلام على اساس ننجي بلدنا، هو ده اللي هو الامن. فالامن يا فندم ده عباره عن مراه لكافه التصرفات. يعني هذا بدك لما، ولذلك انا بطلب من الساده المسؤولين عندما يحلوا مشكله يشوفوا ابعادها الامنيه بالكامل. يعني مثلا النهارده من ضمن التحديات اللي بتواجه الامن كويس هو الباعه الجائلين في الشوارع، ده عاملين ظاهره كبيره. دول ناس بيتعايشوا عيش سليم يعني، بس هم عاوزين منفذ، مكان ينفذ الكلام من ده. المنفذ لازم يكون مناسب، ما هو الراجل ده تعود انه يكسب، تعود انه يبقى فيه فلوس، ما جيش انفيه في مكان مش هيكسب منه، فبالتالي هلاقي مواجهه منه هذا القرار. فاحنا عاوزين نكسب ان الشعب يدعم الدوله، ان احنا ناخد قرارات صائبه متمشية مع الواقع ولو فيها شيء من القسوة شوية، لأن لابد أي عمل كبير لابد من وجود تضحيات له. خليني يعني أخد من كلام حضرتك وأرجع للخطاب الإعلامي. هل إحنا محتاجين أن الخطاب الإعلامي يدعم دور الأمن؟ ويمكن زي ما قال الرئيس أنه إحنا محتاجين الإعلام بتاعنا يبقى واقف جنبنا. هل الخطاب الإعلامي أحيانا يكون مؤثر بالسلب وبالإيجاب على الحالة بتاعت البلد؟ أنه مثلا لو ما لقيتش خطاب إعلامي يدعم الخطة الأمنية بتاعتي اللي أنا بتكلم فيها لصالح البلد، هلاقي نفسي رجعت خطوات لورا؟ شوف فندم، زي ما قلنا أن الخطيب على المنبر أو الراعي الكنيسة في كنيسته معه كلامه عمل ذات طلقات كويس. انا كل المطلوب يا فندم من رجال الاعلام ان هم يبرزوا ايجابيات الايجابيات، ان هم انا عاوز ينقل صوره صادقه ويقدر انه يطلع بيها لقدام، صوره صادقه يا فندم، صوره صادقه. خلي بالك الاجهزه الامنيه من اكبر الاجهزه اللي هي بتحاسب نفسها اول باول، او تفتكر ان اي عمل ما بتحاسبش في اي مسؤول، ايه عملته ازاي وايه ابعاده ايه وانت مش عارف، والنتائج كمان اللي خرجت فيها لانه بيحصل فيها الخساره في طبعا الخساره بتبقى كبيره. بس هو يعني هو لازم ابراز الايجابيات، وبرضك ايه المانع ان لو هو يقول السلبيات ونعالجها؟ ما هو برضه احنا بشر يعني، احنا نقبل بس يكون الشيء موضوعي، خصوصا ان الشعب المصري البطل هو بطل ملحمه ثوره 30 يونيو. يعني النهارده العمل الامن النهارده سواء كان في القوات المسلحه او في الجيش، هو البطل الاول في هذا الموضوع هو الشعب، لان هو ظهير العمل الامني للجيش والشرطه. طيب لو هرجع سنه فاتت 14 اغسطس السنه اللي فاتت، وسبقها قبليها حاجه و40 يوم اللي هو كان فيها اعتصام رابعه والنهضه موجودين، 58 يوم بعد 58 يوم. يعني عايز اشوف ده كنت حضرتك باصص له ازاي قبل يوم فض الاعتصام؟ يعني قبل يوم فض الاعتصام ده حضرتك كنت شايف الرؤيه شكلها ازاي، وهنوصل لفض الاعتصام ده ازاي؟ وهي مثلا يعني حضرتك رجل امن، خطتك الامنيه اللي كانت في ذاكرتك للقضاء على البؤرتين دول اللي هم رابعه والنهضه. شوف يا فندم، انا عايزين نتكلم بموضوعيه، نتكلم بموضوعيه شديده، لان انا بدك بخاطب الشعب المصري، شعب ذكي كويس. النهارده لما يكون عندي
اعتصامين في مكانين حيويين، رابعه العدويه وميدان النهضه، قافلين الدنيا هناك كلها. ناس عايشه بتتعايش في مكان غير مؤهل للمعيشه، تقضي حاجتها بمكان غير صحي، مؤثره على البيئه اللي حواليها والسكان اللي حواليهم. طيب ده حاجه، الناس نفسها عاوزه تخش بيوتها مش عارفه، الناس محبوسه في بيوتها. طب انا فين كدوله؟ لا وغير الاعتصام اللي كان مسلح. استنى يا فندم، انا بتكلم كحاجه يعني، انا افترض سلميه، هفترض ناس معاك السلام خالص. ناس عايشه في مكان لا يصلح للاعاشه، يقوم بقضاء كامل بكل ما يتجه الانسانيه. نعم، هذا المكان مكان حيوي، سرة مواصلات وسرة اتصالات. طيب هم قافلين كل الكلام ده عايشينه. طيب ده مفترض، ده اساسا ان انا كدوله ولو هو سلمي لازم افضه. طب انا بقى لما اشوف ان في ناس جايبه اسلحه، نعم، حاطه بتخش اسلحه، اسيبه كمان يزيد؟ نعم. ناس بتعمل متاريس وبتعمل دشم، حواجز بيجيبوا عربيات نقل، ده بيجيبوا عربيات نقل بالدورات بيقفلوا السكه بقى. طب انا فين كدوله بقى؟ يعني واحد بيفعل كما يشاء وكيف يشاء في اي وقت يشاء، انا فين كدوله؟ وما ذنب المواطن البسيط في هذا الموضوع؟ انا كدوله موجود، انا بس فين انا فين بقى؟ ما انا ما فد انا بتكلم حضرتك بالترتيب. يعني انا بكلمك بالترتيب، انا فين بقى كدوله؟ انت كمواطن ازاي تمتثل للقانون بتاعي وانت نفسك مش عارف تطبق القانون على حفنه خارجه؟ نعم، دوله حبت في البدايه بذلت اقصى ما يمكن لتجنب الصدام في فض هذا الاعتصام، وكافه القوى السياسيه تدخلت لحاول انهاء هذه الازمه وفض سلميا. ليه برضك؟ اولا حفاظا على الدم المصري، ثانيا ان احنا قاعدين تحت بؤرة اهتمام عالمي لا يتركنا، لا يتركنا لا صغيرة ولا كبيرة. نعم، اذا لابد هنا انا لو خدت قرار بالفض، هذا القرار ده اتخذ بناء على مجلس الوزراء والمجلس الدفاع القومي، كل الاجهزة السيادية كمان، كل الاجهزة الدولة اقرت. المواطن العادي، المواطن العادي هو اللي كان بيدعم وبينادي، هو اللي كان بيضغط على الدولة لفض هذا. ده سهولة لغاية امتى؟ يعني برضك الموضوع دي تدعيات القرار. الشرطة قانون اعطاها الحق في فض اي اعتصام، ولكن بشروط، بشروط الخطوات اللي يبدا بيها، في شروط ان انا الاول بانذر المعتصم لابد ان انا لابد من فض اعتصامك، ولابد ان اعلنه بمكبرات صوتيه، واوجب علي القانون ان اضع له مسارات جانبيه لفض الاعتصام. يعني اقول له امشي في شارع احمد سعيد، امشي في شارع مش عارف، يعني لازم احدد له المسارات اللي الخروج الامن، خروج الامن زي ما حدث في موضوع مسجد الفتح. الشرطة كان الإعلام كله نائل، هم جابوهم خدوهم في عربيات ونقلوهم. هو لو الشرطة لو انت ما عملتش كدولة مع دولة، ما كانت ثابت الباقي على الجائلين تعاملوا معاهم، تعاملوا معاهم صح بالفعل، وكانوا موتوهم. نعم، كان انا كدولة ده بتاعي برضك، بالرغم ان هو معارض ليا وبيأتي تصرفات هوجاء، كويس، الا ان انا هو انا دولة، هو مصري، هو كمان هو مصري، هو وطن مصر، وطن مصري، يعني انا لابد ان احميه. هو اذا خالف احاسبه على مخالفته، على حجم مخالفته، لكن انا كدوله اتصرف معه كدوله، ما اتصرفش معاه كند ليا، هو مش ند ليا، ده من رعاياي. اذا خالف القانون اللي انا وضعه بحاسبه على مخالفه القانون. طبعا يعني النهارده اي مسؤول النهارده لما يخش في عمليه الفض النهارده يعلم ان كافه الدول الاجنبيه رصد الموضوع، يعلم ان وسائل المنظمات الحقوقيه ومنظمات حقوق الانسان ترصد الموضوع، يعلم ان المواطن العادي لديه من الكاميرات والتسجيلات اللي ممكن يصور اي حاجه. طيب خليني هقف عند النقطه دي واستقبل مكالمه الاستاذ عاطف من القاهره. استاذ عاطف مساء الخير. مساء مصر الحلوه للاعلاميه الاستاذه ألفت والاعلامي الاستاذ سامح ولضيفكم الكريم. اهلا بيك يا استاذ عاطف، اتفضل. لنا استفسار
للاستنارة بآرائكم، لماذا لا يعقد مؤتمر عالمي لمقاومة الإرهاب وتشترك فيه الدول مثل عدم الانحياز سابقا، الدول التي تعاني من أعمال إرهابية، لحث الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ موقف ضد الدول التي تحتضن الإرهاب والإرهابيين أو مؤتمراتهم أو تجمع أموال لدعمهم، ووضع أعضاء تلك التنظيمات على قوائم الترقب في الوصول لمحاكمتكم؟ وشكرا. شكرا أستاذ عاطف من القاهرة. يمكن سيادة اللواء أستاذ عاطف كان بيتكلم إنه ليه ما يكونش في مؤتمر عالمي تعقده لمكافحة الإرهاب، بتقول تعقده الدول اللي بتعاني من ويلات هذا الإرهاب، ليه إلزام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفرض عدد من العقوبات؟ نخلينا نكمل الجزء الأولاني وبعد كده نرجع ناخد إجابة على كلام الأستاذ عاطف علشان حضرتك واخد. أنا بنشكره يعني طبعا، هو بس أنا يعني وأنا يعني أكمل بس. اتفضل يا فندم. انت معايا واخد التعايش التسلسل مع حضرتك. النهارده لما النهارده ان احنا انا كمسؤول في الدوله كويس، خلي بال حضرتك برضك نقطه مهمه جدا، ان القوات المشاركه في عمليات فض الاعتصام معروفه لكافه الاجهزه ومعروفه للدوله. يعني هو لا يمكنه، لا يمكن اي شخص يقود هذا الموضوع إلا إذا كان معروف لدى قايم كمأمورية رسمية، ويختار لها خير العناصر اللي تقدر لإتمام المهمة، لإتمام هذه المأمورية. من أهم هذه العناصر هو عنصر ضبط النفس، عبد ضبط النفس، وأن يكون الضابط لديه قدرة على المناورة وضبط النفس، مناورة وضبط النفس والسيطرة على الموقف. يعني عشان برضك يبقى يعني عاوز ضابط مدرب تدريب عالي جدا في ان هو بيتعامل مع هذا الحدث، لديه قدره على ضبط النفس، لديه قدره على المحاوره مع الاخر عشان يقنعه بفضل اعتصامه. وكان في ناس ضباط بتاخد ناس بسطاء بايديها وتمشيها، ما دي من جزء. احنا شفنا اللقطه اللي كان فيها الضابط بيبوس على دماغ طفل من الاطفال عشان ما ده جزء من الجمهوريه. هو فندم، هو الضابط ده مش بشر اكيد طبعا، وده ابننا وهم يعني انا عاوز اقول ان احنا بشر ناس بشر. اتفضل يا فندم. فطبعا ال 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 كل هذه المحاذير واغلط. يعني النهارده ناس نازل معايا قوه ومعروفه وتسلحها ومعروف كل حاجه، وشيء واخد بؤره اهتمام عليا، اغلط امام الراي العام سواء كان الاقليمي او الدولي. لا طبعا لازم كل حاجه تبقى كل حاجه محسوبه. هقف عند كل حاجه محسوبه. ومعانا الاستاذ امين من الاقصر. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك، اتفضل. ازاي حضرتك؟ ازيك، وتحياتنا لكل اهل الاقصر. اولا يعني انا يعني سعيد جدا النهارده شوف معالي اسامه بيه طويل من فتره طويله. طب ممكن بس توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون؟ هو الحقيقه انت عارف اسامه بيه ليه محبه خاصه في قلوبنا. يعني اشتغل معانا فتره طويله في الاقصر كحكم دار لمدينه الاقصر، ومن الناس اللي انا دايما شخصيا كنت اشوفه 5 الصبح في الشارع، احيانا كتير 12 ونص بالليل، وكنت بشفق على هذا الرجل من التعب بتاعه وحبه في عمله. وصدقني يوم ما نقلوه راح السويس كان يوم بالنسبة لي أنا صعب جدا أشوف واحد زي ده يروح السويس. يمكن هي دي الروح يعني الطيبة اللي بتربط دايما ما بين القائد والمسؤول في مكانه وما بين يعني المحيطين بيه اللي هم أهل المكان اللي هو بيبقى موجود فيه. وبعدين تعرف صلته سواء بالمسيحيين بالمسلمين كانت قوية جدا، الكل بيحبه. يعني يمكن هو ده اللي احنا بنأكد عليه دايما في مصر، في مصر الحلوة. لكن خليني يعني اقول لك النهاردة اهل الاقصر شايفين عودة هيبة الدولة والامن ازاي، باعتبار ان حضرتك من الاقصر واتكلمت عن دور سيادة اللواء هناك في المحافظة. بيعملوا جاهدين، بس انت عارف صدقني اكتر ناس قدرنا احنا بتوع الاقصر.
يعني تم الضرر بيكم في انا بس وطي التلفزيون بس عشان اسمعك من التليفون. احنا نسبه الاشغال ضعيفه جدا يعني عشان السياحه يعني انتوا تضررتم من الاحداث اللي احنا مرينا بيها نظرا لانه الاقصر قايمه على السياحه بشكل اساسي. بس نشكر ربنا يعني الحقيقه يعني كل رجال الامن يعني متعاونين وبيبذلوا مجهود يعني احنا ما حاسينش بحاجه اليومين دول. نشكر ربنا على كده لان هم متواجدين في الشارع وبيشتغلوا بحماس يعني واحنا معاهم برضو يعني. وهو ده اللي احنا بنطلبه انه دايما يبقى المواطن هو ظهير شعبي لجيشه وشرطته. انا بشكرك وتبلغ كل تحياتنا لاهل الاقصر وسياده اللي هو كمان وسياده اللي هو هيكلمك وسياده اللي هو معاك. اتفضل يا استاذ ايميل. انا يعني سعيد جدا بكلامك الدافئ وتعرف مدى علاقتي بالاقصر وكل الاخوه المسيحيين في الاقصر كانوا اصدقاء لي حتى الان وربنا يديم المحبه والمعروف بيني وبين اهل الاقصر. وخلي بالك احنا هناخد يعني في نهايه الفقره هناخد ذكريات سياده اللي هو في الاقصر عايزين نشوف برضو ايه هي اهم حاجه قدرت ان هي تعلم معاها هناك في الاقصر. واتمنى دايما كل خير لقناتنا المحبوبه ونشوفكم دايما بخير يا رب. واحنا دايما نبقى على خير معاكم ومتواصلين دايما معاكم على خير. وبلغ تحياتنا وتحيات اللواء اسامه لكل شعب الاقصر وكل اهل محافظه الاقصر ويا رب دايما في امن وامان ودايما على خير. شكرا استاذ امين من الاقصر. نرجع نكمل حوارنا مع سياده اللواء. فهو حضرتك النهارده ال 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 انا بكلم حضرتك كلام رجل مسؤول وكلام رجل اعلم اخاطب به المواطنين عشان ما يبقاش يحصل مغالطات. بعد كل هذه التحذيرات يا فندم هل ممكن واحد ممكن يحاسب بعد فتره التظاهر؟ يعني النهارده انا ممكن اخش فتره التظاهر يحدث مني تجاوزات النيابه العامه تحاسبني. يعني موضوع انا بخضع للحساب يعني حتى رغم ان انا وقفت وقعدت هبت الدوله وكان لكن اي خطا انا بيرجع عليا برضه بيرجع عليا الحساب. يعني عشان بس الناس تبقى فاهمه ان 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 ان, إن الضابط او القياده اللي واقفه في الشارع ديت مش مسؤوله، ده مسؤوله امام رؤسائها، مسؤوله امام شعبها، مسؤوله امام النيابه العامه. يعني مش كل حاجه محسوبه. يمكن المواطن ممكن يخبط ويرزع ويجري مش مسؤول، لكن انا كراجل لابس بدله ومعايا سلاح كويس وامر رسمي كمان وامر رسمي كلام من ده انا محاسب. فاي تجاوز مني محاسب عليه. لكن القانون اعطاني التدرج في استخدام القوه. النهارده هبدا انا اعلن انبه احدد المسارات ابدا بالميه ببدا بالغاز لما اذا حدث بقى تعامل بالرصاص الحي لابد ان اتعامل مع من يتعامل مع الرصاص الحي. وكان اول سقوط اول ضابط شرطه كان في مدرب على العدويه اول شهيد كان ضابط شرطه ملازم محمد عبد العزيز رحمه الله واسعه. يعني احنا بنحتسبهم كلهم عند الله شهداء 114 كل اولادنا بنحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء ابرار باذن الله. طيب انا عايز يعني هخرج فاصل علشان ينضم الينا بعد الفاصل الاستاذ خالد الزعفراني الباحث في شؤون الحركات الاسلاميه ونرجع نكمل هذا الحوار اللي احنا بداناه معاكم النهارده في عوده هيبه الدوله ما بين رجل متخصص في الامن وهينضم الينا الاستاذ خالد الزعفراني الباحث في شؤون الحركات الاسلاميه علشان نقدر نكمل المشهد اللي احنا النهارده عايشينه في هيبه الدوله واللي من سنه تقريبا كنا بنتكلم هي فين هيبه الدوله وفين عوده الدوله. فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم ومكملين فقرات حلقتنا النهارده من مصر الحلوه. وخدوا بالكم لمصر، يمكن زمايلنا في الكنترول كمان عايشين معانا حاله عوده هيبه الدوله وازاي ولادها قادرين ان هم يحافظوا عليها. وخلوني ارحب بضيفي في الاستوديو اللي انضم الينا الاستاذ خالد الزعفراني الباحث في شؤون الحركات الاسلاميه. مساء الخير، شرفتنا ونورتنا في مصر الحلوه. واجدد ترحيبي كمان بسياده اللواء اسامه الطويل مساعد وزير الداخليه الاسبق. اهلا وسهلا بحضرتك. وخليني يعني اخد وارجع كده سريعا للاستاذ خالد. واحنا كنا قبل الفاصل وقبل انضمام حضرتك لينا كنا بنتكلم عن اليات عوده هيبه الدوله. كمان في النهارده بنمر علينا سنه من ذكرى فض اعتصام ربع النهضه، يمكن احنا اللي قلناه في بدايه الحلقه انه ذكرى استشهاد 114 من جنودنا في عوده هيبه الدوله. حضرتك كنت شايف المشهد ده ازاي وكان تاثيره ازاي على هيبه الدوله في الوقت ده؟
الحقيقة عشان نشوف هيبة الدولة نقارن الدول اللي حوالينا، نقارن ليبيا، سوريا، العراق، اليمن. هيبة الدولة قبل فض رابعة جزيرة منعزلة عن الدولة، خارجة عن السيطرة، داخل فيها إذاعة، شغالين فيها إذاعة، إذاعات أجنبية بتنقل منها الصورة. لكن احنا الحقيقة كمصريين كان عندنا ثقة في جيشنا وثقة في الأمن بتاعنا، وبالأشد ثقة في الشعب بتاعنا اللي طلع يوم 30 يونيو، شعبه مترابط، طلع كل طائفه وكل اتجاهاته. الدولة، هيبة الدولة المركزية في مصر شيء مهم جدا. مصر دولة مركزية من يوم الفراعنة، سهل منبسط، مفيش جبال، ما عندناش قبائل، احنا دولة مركزية تعود الشعب عليها. صعب ان مصر تعيش حالة من التشرذم او حالة من الانقسام. ان كان سوريا مستمرة في الانقسام نوعا ما، ليبيا لان ليبيا قبائل واقاليم، يعني فيه نوع من الحكم الذاتي او الابتعاد. اليمن قبائل، لكن العراق فيها شيعة سنة، فيها اكراد، لكن مصر دولة واحدة. هيبة الدولة دي من اساسيات ومقومات مصر، من يعني دولة لها 5000 سنة، أقدم دولة على يعني في التاريخ، لا حكومة موحدة، وكلنا عارفين مينا لما وحد القطرين، ما شهدناش من يوم مينا أن الدولة تنقسم، نسيجها لم يشهد انقسام نهائيا. فالحقيقة يعني فض رابعة ده كان نهاية الفوضى، نهاية التشرذم، عودة لمصر الواحدة، لمصر القوية، لمصر لهيبة الدولة واحترام القانون. الحقيقة يعني بذل جهود كتيرة اللي نتكلم عليها، لكن فض رابعة، فض سلمي، يعني لابد من المحافظة على هيبة الدولة، لابد من تنفيذ القانون، لابد الدولة بمسيطرة على كل مكان، مفيش جزر مش خاضعة للدولة. فكانت دي الحقيقة أشياء لا يمكن أن لمصر انها تسكت عليها، هاخد من كلام حضرتك وارجع يمكن قبل الفاصل، يمكن اللي قاله الاستاذ خالد كمل بيه كلام حضرتك، انه حتى الضابط اللي رايح فهو رايح ولو اخطا في اي شيء غير مكلف هو بيتحاسب. فهنا عوده هيبه الدوله ما بين طرفين، ما بين كمان ان انا عليا مسؤوليه، فمسؤوليه مثلا زي الفض او ان انا ارجع هيبه الدوله، وكمان ان انا لو اخطات انا ممكن تبقى عليا كمان مسؤوليه الحساب من ناحيه ثانيه. هو طبعا انا بشكر الاستاذ خالد، هو شخصية معتدلة الرأي. امزوك يا ست احنا النهاردة مصر الحلوة يعني ضيوفها زايدينها حلاوة. لا والله هو تكلم كلام، يتكلم بأسلوب الرجل العاقل متزن، بيتكلم المنطق، لأن النهاردة الدولة في فرق. الدولة دي تفنم هي سقف كلنا تحته مهما كانت القامات، يعني مصر دي السقف، وكل واحد في مصر مهما كان وضعه ومهما كانت قامته فهي تحت سقف مصر. دي اللي هو الفصيل الآخر مش متصور هذا، لأن احنا متصور ان هو ما عندوش فكرة الولاء للوطن، هو عنده الولاء لشخص المسلم. النهاردة الوطن بتاعي ده محدد، معروف أركانه، معروف وحدته، قوة نسيجه، كويس، أغار عليه من أي شخص. النهاردة عشان أنا أبين الدولة النهاردة لما بيجي النهاردة بيتحاكم رئيس جمهورية أمام قاضيه العادل، اتنين رؤساء جمهورية كمان، يعني هل النهاردة اتنين رؤساء الجمهوريات اللي بيتحاكموا أمام قاضيه الطبيعي؟ هذا يوضح قوة الدولة، قوة الدولة. ليه النهاردة ما دخلتش فيه إجراءات استثنائية؟ وده ممكن في ناس حكمات عسكرية، في ناس بتعترض على هذا، وفي ناس يقول لك لا احنا في ثورة لابد من هذا. لا، العدل عندما ينجز، العدل ان انا انصف مظلوم خير من اظلم عادل. فهو ده. لكن النهارده كل واحد، الاسلام نفسه هو ان هو اي دين سماوي طلب من ان انسان كل واحد يدافع عن نفسه بالاسلوب اللي هو يراه امام ربنا، ربنا شهد عنه. فالنهارده الدولة يا فندم بدأت النهارده من تاريخ انتخاب الرئاسة، هي وضع ملامحها الرئيسية ان هي لا احد يعلو فوق الدولة، والدولة لها انياب،
برضك الدولة لها أنياب يعني. الدولة كمان متمثلة في القانون كمان لا يعني هي أنياب أنياب الدولة هي القانون، أطبق القانون. أن لو طبقت القانون على كل الناس الناس تنزعج. أنا ساعات أطالب بالضابط أن يطبق روح القانون. يعني النهاردة ممكن النهاردة الأستاذ حسام ركب عربية بتاعته ونسى الرخصة في البيت. كويس وماشي او استعجل معاه زوجته معاه ابنه عيان يعني هو في مهمه عاجله في امر نعم؟ في امر استثنائي استثنائي وانا واقف في الشارع رخصك ادور على رخص ما تلاقيش رخص القانون يجوز ان انا اصطحبك انت والسياره عرضك على النيابه لكن روح القانون تقول ان الراجل ده راجل محترم في ظرف استثنائي يروح ويرجع له الرخصه هو ده الفكر المطلوب لابد ان يكون كل شيء بقدر وده اللي احنا محتاجينه سياده اللي هو في الفتره اللي جايه ان يبقى موجود صح. المواطن فادي النهارده المواطن النهارده انا ممكن اخش بيت افتشه ممكن افتش البيت تطبيقا للقانون واخاف ربنا في احترام على حرمه المال الموجود في البيت ممكن اخش بيت ادغدغ اللي في البيت نعم وممكن ان انا بستاذن وهو برضك القائم على التفتيش لابد برضك ان اعرف ان هناك قانون يحاسبه تتجاوز لا وكمان ان انا لما ابقى عارف حدودي رايحه فين وجايه منين وايه هو الحق اللي عليا والواجب القانون بيحدد العلاقه ما بين كل من يتولى في السلطه التنفيذيه والشعب وده اللي احنا بنتمنى لازم يا فندم لازم هو احنا بنطالب ان يكون التطبيق موضوعي وروح القانون فيه طب. هناك حالات روح القانون اجدى من القانون نفسه يعني هناك حالات يعني مثلا في مثلا قضايا الاداب قضايا الاداب هذه القضايا تحتاج ستر انا عندي مصر على بنت اوصل على زوجه ها احسن ما اعمل لها قضيه هي دي روح القانون زي لا انا بتكلم ليه لان طبعا ده انت بتهدم اسر يا فندم وخلل في المجتمع انت كده بتهدم اسر بتحدث خلل كمان تعمل مشكله كبيره يعني النهارده لما بيجي الاعلام النهارده يقوم بارز يؤسفني يجي مثلا اي حاله لأي حالة اغتصاب يبرزها بصورة غير عادية هو ليس هذا مجتمعنا ليس هذا مجتمعنا لكن أي بشر له فيه أخطاء يعني مش وقته حتى يعني في ساعات ممكن الواحد في ساعات في أوقات معينة مش كل الأخطاء تعرض ومش وقتها لأنه أحيانا بتأثر على مسار يعني أي واحد يا فندم النهاردة أنت النهاردة ساعات يقول لك ما تعرضش المشكلة في توقيت الدنيا كلها مولعة فيه يعرض المشكلة في مكان كويس كان النهارده واحدة بنت تعرضت لاغتصاب طبعا دي جريمة مجتمعية وجريمة بشرية لكن انا هذا مش هقعد اسلط الضوء عليها مش دي اللي عندنا مش دي اللي يشغلنا ويمكن يعني هنا ارجع لاستجابة الرئيس السيسي لما السيدة اللي تعرضت لمسألة التحرش والاغتصاب في ميدان التحرير برفع الفيديو بتاعها من على اليوتيوب وبالفعل تم الاستجابة في الحالة دي فندم المشير السيسي رجل مسلم ورجل يعرف الله سبحانه وتعالى ده حقيقة والله أنا لا أكلها رياء أنا لا أبغي غير وجه الله سبحانه وتعالى يعني أنا رجل يعني شبعت من الدنيا وخدت حظي من الدنيا وأنا شبعت من الدنيا لكن أنا لابد أن أنا في هذا المجال أقول كلمة حق النهارده رجل لما تيجي واحدة تبرعت بالحلق بتاعها ويمكن طلعها الحجة على نفقته الخاصة لا أنا أتكلم كلام مجرد مش هتكلم كلام إنشاء كلام مجرد واحدة ست مسنة عندها 80 سنة تبرعت بحلقها في بلد تبع المنصورة ست كفيفة النهاردة لما وصل للست المشير هذا الموضوع كويس طلب ان هو الموضوع مؤثر انا بتكلم في حته ايه بقى ست لما نزلت من عربيه لما مؤاخذه كانت جذبتها وقعت منها مش عارفه تبقى. فهو اعتدل لها الشيء وبص راسها وايدها لا يفعلها الا رجل مسلم هو عايز منها ايه ما ممكن اي حد راجل مؤمن وراجل مؤمن فندم هذه الاخلاقيات هذه الانسانيه هذه الاخلاقيات هذه الاخلاقيات راجل مؤمن باخلاقيات هي دي الاخلاقيات يا فندم هي دي الاخلاقيات يعني احترام الكبير للصغير احترام الشيبه وما نصت عليه احترام الشيبه يا فندم احترام الشيبه اكيد
طب هرجع لتقديم يجي بقى ناس تاخدها من منطلق ده كذا كذا ده لا يعني مش عاوزين كل حاجه حلوه نبدا يطلع فيها كده صحيح ده يعني حرام. طب الحاجه الحلوه اللي اتكلم عليها سياده اللواء واربطها بتطبيق القانون وحضرتك شايف دلوقتي بعد سنه ويمكن واكتر كمان من سنه لو فكرنا من 30 يونيو لغايه النهارده الممارسات اللي بتقوم بيها انصار جماعه الاخوان في الشارع من عمليات ترهيب وعمليات ضرب لاقتصاد الدولة وربط ده مع اللي بيحصل من التنظيم العالمي برا والتمويل اللي داخل شايف ده حضرتك ازاي تأثيره داخل المشهد جوانا هنا في مصر؟ الحقيقة المشهد يعني قبل السنة كان مهترئ جدا. الميادين العامة مليانة بالبلطجية وفرشين الطرق الشوارع ما فيش شارع ماشي فوضى عامة لأن الفوضى القانونية بتمتد لكل شيء فوضى الخلاقة فوضى الخلاقة ان صاحب محل يفرش قدامه ناس بلطجية وما يقدرش يمشيهم الفوضى المجتمع بقى نوع من الفوضى العامة بقى سمة في المجتمع كله. أنا لما بكون راجل عندي مبادئ وعندي قيم وبدعو ان انا راجل عندي رسالات سامية أهم شيء أحافظ عليه هو الاطمئنان والأمان وروح القانون في البلد. لكن أنا أساعد على الفوضى أساعد على نشر أصبحت البلطجة أصبحت الفرض الأمر الواقع أصبحت مش شكل دولة ده لما يكون لي عمل بعمله أو مظاهرات بعملها وينتج عنها هذا إذن أنا مش مظاهراتي دي مش حقيقية ومش في سبيل مبادئ سامية. الحقيقة ما يراد بمصر من قوى خارجية هو شيء خطير جدا. مصر كان يراد أن تقسم مصر الخرائط وجدت خرائط لتقسيم مصر كان مخطط خطير جدا. الحقيقة يعني الإخوان لم يدركوا هذا المخطط وانساقوا وراء مصالح للجماعة ومصالح للحكم ومصالح سياسية. مصر كانت هتضيع يعني وكان هيضيع حتى كل الملامح الأزهر العظيم اللي موجود اللي هو بيمثل الإسلام المعتدل السامح المتعايش اللي احنا بنشوف الطلبة الأندونيسيين الماليزيين بيجوا يدرسوا وما عندهم طوائف كتيرة هناك يعني مدينة البعوث موجودة مليانة. يعني أنا مثلا بلد زي سنغافورة زي أندونيسيا اللي سافروا هناك وجدوا تعايش بين الأديان والأديان البوذية منتشرة المسيحية الإسلام تعايش غير عادي هناك بين هذه الأديان. كل الناس دول بيدرسوا الإسلام فين؟ في الأزهر ما بيدرسوش في مكان تاني في العالم. اللي بيعلمهم المعيشة مع الوطن لقدسيته وإزاي نتعامل مع الآخرين وإزاي أتعايش معاهم وإزاي أتمسك بديني وأكون محافظ على الآخرين على حقوقهم وعلى احترامهم لأديانهم. يعني جنوب شرق آسيا نموذج الحقيقة لوجود الأديان يعني أكثر من دينه بنسب كبيرة لكن ما سمعناش أي مشاكل بين الأديان أي مشكلة طائفية في أي بلد من هذه البلاد. كل الناس دول بتعلموا في الأزهر. أنا أجي في المنطقة بتاعتي العربية دي أعمل مشاكل عرقية ومشاكل طائفية مشاكل فقط بين السنة وبين الشيعة بين الأكراد وبين يعني احنا داخلين مخطط خطير واي جماعه او تنظيم لا يمكن يعني الدين يدعو لتفتت الاوطان بهذا الشكل. الامن والامان ضعف في ليبيا، الامن والامان ضعف في سوريا، ضعف في العراق، ده هم يعني الاديان السماويه يعني هل كله ده يعني المخطط اللي الاخوان ساعدوا انه ده الاخوان شايفين مخطط واضح شايفين مخطط واضح وهم قدروا ان هم يساعدوا كمان في تفتيت الاوطان يعني انا امشي في هذا المخطط الواضح يعني مخطط بيهدم اساس الدين الاسلامي واساس الاديان كلها. يعني انا لما الناس في غير امان في ليبيا في غير امان في سوريا ممكن الناس في غير امان في مصر كل مسلم ومسيحي وكل ده يعني هد للاسس الاساسيه للدين. النهارده لما نشوف مع سعاده الصباح قطع للطريق الدائري الاعتداء على كمين شرطه في حلوان محاوله الاعتداء على المواطنين في الشوارع من خلال مسيرات غير سلميه خرجت منهم. شايف حضرتك ده ازاي وفي توقيته وسط هيبه الدوله اللي احنا بنتكلم عليها؟ يعني الدوله قادره ان هي تحكم المساله النهارده الداخليه امن قايمه بجهود كبيره جدا في امن الشارع، لكن وسط كل ده احنا برضو شايفين ده بيحصل. شارع الهرم النهارده والطلبيه واللي حصل فيه من تجاوزات. الحقيقه انا يعني شايف صوره مشرقه يعني كبيره جدا. بيحصل في شارع الهرم وفي الطلبيه وزي ما قلت في حلوان وفي اسكندريه في اطرب وقير.
في قوات امنيه، في تكثيف امني، لكن الاهم من ده كله وقضوا اضعاف مئات المرات الشعب المتماسك، الشعب اللي بنيانه قوي، الشعب اللي لم يستجب لاي مظاهر، لم يهتز لهذه المظاهرات. في المطريه الناس منعت الاخوان يحرقوا محطه بنزين. شوف فندم، الخلاف الرئيسي ما بين الاخوان هم فاهمين قضيه سياسيه، خلاف سياسي على الحكم، لكن هم يدخلوه في صفه دينيه، ان هو اساس الخلاف على خلط الدين بالسياسه. لا انا عشان بس حد كلامه واضح، موضوع السياسه دي كلها سياسي بحت. الحكم ان هم بيدخلوا الدين في هذا الموضوع عشان الدين يهم المواطن البسيط، يهم المواطن البسيط. ولذلك لما انا اتكلمت معاك ان النهارده التعليم لابد من اعاده منظومه التعليم مره اخرى، عشان اركز على حاجات معينه، هي اولا بس الولاء للوطن مره اخرى. لازم النهارده التلميذ يقول تحيا جمهوريه مصر العربيه ويحيي العالم يوميا. احنا وصلنا لمرحله انه مفيش كاد، لا طبعا الناس اصبحت ثانويه، كان في نشيد غير النشيد الوطني، لازم يرجع بنشيد بلادي، لازم ترجع لولاء البلد من الصغر. النهارده الاستاذ خالد ده بيتكلم في سماحه الاسلام، الاسلام عندما دخل الصين دخل باخلاق التاجر المسلم، باخلاقه. طيب الناس شافت اخلاقيات واحد داعش او انا عايز اخد باخلاقياته، راجل عنده، وارجع بده لهيبه الدوله. يعني برضو انا عايز اخد ده وارجع بيه لهيبه الدوله. احنا النهارده في ضربات استباقيه حصلت. فندم ما هو لسه كان حاجه عشان بس احدد لك الموضوع الشرطي في هذا الموضوع. اولا هيبه الدوله في هذا الموضوع، جميع الاجهزه الامنيه لديها معلومات عما سيحدث النهارده، في معلومات عندهم، كان في ضربات استباقيه. ايوه بعد ما هو لولا وجود هذه الضربات الاستباقيه كان ده دي النتائج. لا، الضربات الاستباقيه بتحد من حجم العمليات، يعني النهارده لو انا هعمل 50 عمليه لا يبقى عمليتين. نعم، لكن مع الوقت سيتم حد هذا الموضوع، ويعلم لابد ان يعلم كل من اتى جرم في هذا البلد لابد ان يحاسب عليه ان اجلا وان عاجلا. تمام. فالهجمات الاستباقيه اللي بتقوم بها الاجهزه الشرطيه بتحد من خطوره هذه، يعني التنظيمات اللي بتمسك الارهابيه اللي هي بتفجر الابراج الكهرباء وبتحرق عربات الشرطه وكلام من ده، كل الكلام ده بيتم في المناطق الاخوانيه، يعني هي المناطق اللي هي بيكسر فيها الاخوان. لكن لابد من غزو تلك المناطق، ولابد من انارتها، ولابد من انارتها بالتعليم، لابد من تعديل وسطيتها، اشباعها بالخدمات، لابد من اعاده دمجها في الدوله مره اخرى. استاذ خالد، يعني هيبه الدوله هنا لو اتكلمنا عليها ربطها بمساله الضربات الاستباقيه مع الممارسات برضو اللي احنا كل يوم بنشوفها، على الرغم من انه في ضربات استباقيه بتحصل، وعلى الرغم في الداخليه قايمه بدورها والجيش قايم بدوره، بنشوفه في سيناء وقت الارهاب ومكافحه الارهاب، الى انه تنظيمات كل يوم بتطلع لنا باسماء غريبه، كل يوم جماعه تعلن عن نفسها ان هي مسؤوله عن ضرب حاجه او تفتيت المخطط. هو حضرتك اولا في مصر الحمد لله هيبة الدولة واضحة جدا، يعني الشرطة بتنزل تتحرك في الشارع، الشرطة ظهرها محمي من الشعب، يعني الشرطة بتواجه عدو محدد، مظاهرة محدودة، عمل إرهابي محدود، لكن آلاف اللي في الشارع، عشرات الآلاف ورا الشرطة، في ظهر الشرطة، يعني الشرطة لو ظهرها مش مكشوف، مش الشعب ضدها، مش في طائفة ضدها، مش هي بتضرب المصريين كلهم كل أعمارهم بأعمارهم، مش بتضرب طليعة، يعني غالبا بيبقى لما بتبقى في بلاد فيها مظاهرات زي كده بيبقى مجموعة عامل مظاهرة 100 أو 200 وراهم آلافات بتأيدهم أو منتظرة، لكن لا، ده أنت 50 60 أو 100 بيقوموا مظاهرة وأنت وراك عشرات الآلاف. دي هيبة الدولة، الدولة المستقرة، الشرطة مستمد قوتها ومن قوة الدولة ومن قوة القانون. دي مصر الدولة اللي لها آلاف السنين، دولة مستقرة قوية. التنظيمات الموجودة تنظيمات ضعيفة جدا، والإرهاب ده موجود في الدنيا كلها، في العالم كله، في أمريكا في إرهاب،
في في يعني فيه قتل وفي عصابات في إيطاليا، في عصابات المافيا، في موجود الإرهاب ده موجود، ودي سمة من سمات العصر. لكن تقيسه في مصر في بلد محاطة بليبيا، بلد أصبحت فكاكة كلها ميليشيات وفي عزها، يعني احنا الآن الذروة في الميليشيات في ليبيا. البرلمان الليبي النهاردة كان أصدر قرار بحل من حل الميليشيات اللي موجودة، واللي هينفذ واللي هينفذ يعني. فأنت جاي في وقت جماعات هزيلة اللي في مصر ضعيفة، الأمن نجح، يعني جماعة أنصار بيت المقدس نفذت عملية خطيرة زي الانفجار اللي حصل في مديرية أمن الدقهلية في القاهرة، لكن العمليات دي انتهت خفت. ده دلوقتي قنابل بدائية، شوية بومب وشوية فديت، يعني أشياء طبيعية يعني مقبولة في الجو اللي احنا فيه، لكن هيبة الدولة رجعت. أنا لو فكرت أربط بين هيبة الدولة اللي رجعت هنا وتأثيرات ده على ما يحدث حولنا، يعني ان احنا كمان قادرين ان احنا هيبة الدولة في الداخل، وقد ايه هيبة الدولة قادرة ان هي تحميك من اي مخطط من المخططات الخارجية من الدول المحيطة حواليك. الحقيقة لما مصر بقى في هيبة الدولة واحبطت كل المخططات الأجنبية واللي كان بيستغل فيها الإخوان وغيرهم، يعني في حركات موجودة كمان استغلت وربيت في الخارج، يعني الإخوان كانت معهم مجموعة أخرى مساعدة لإحداث الفوضى الخلاقة اللي زعمت في مصر دي. لما حصل استقرار وهيبة للدولة في مصر، السعودية بقى فيها استقرار وهيبة للدولة، الإمارات بقى فيها هيبة واستقرار الدولة، الكويت بقى فيها هيبة واستقرار الدولة، البحرين، انعكس اللي حصل في مصر على الدول دي كلها. ليبيا الشعب الليبي متطلع وعنده امل وبص على مصر ومص على الجزائر، ان الدول دي لابد يكون لها دخل في، يعني امل الشعب الليبي كله عنده امل كبير في مصر. مصر والجزائر مش بالتدخل العسكري، لكن مصر عندما الامور يصبح فيها نوع من البلد يعني الاوضاع تهدأ انها تستطيع انها تساعد الشعب الليبي، تساعده مش ضروري التدخل العسكري، في مساعدات كتيرة ممكن تقدم من ليبيا من الجزائر من السعودية، تستطيع ليبيا أن تستعيد عافيتها إن شاء الله. سوريا ممكن تحل، يعني برضو مصر ما يحدث في العراق كمان، يعني ما يحدث في العراق مصر حالها دور جوهري في الدول دي. استعادة هيبة الدولة في مصر اللي احنا ما عندناش في مصر، ما عندناش طائفية، ما عندناش تعصب، الجيش المصري بيضم كل طوائف الشعب بدون تميز دقائق، يعني الدم الواقع الدم لما بيسيل هو في النهاية هو دم مصري، لم يحدث عندنا شيء طائفية ولا طائفية دينية ولا طائفية عرقية ولا مش موجود، هي كلها بتبقى امور مفتعلة في لحظتها لكسر العود، لكن الحمد لله العود قادر انه الامور دي لابد نعتبر انها امور عادية ونتوقعها، دي اشياء عاديه، خلاف يصل الشخصين، هو عاوز حد ينجده يقوم يلب انها طائفيه، هي خلافات عاديه ممكن تحدث بين اي اثنين من نفس الدين او من نفس البلد، ما بيحصل بين القرى وبعضها خلافات اشد وتعصب العائلات والطر. مصر لما تستعيد عافيتها انا يعني بحلم، يعني ده حلم ان تستطيع مصر لو عاوز قوات امن ممكن مصر اللي تبوسيط في تبقى موجودة في هذه الدول كلها، تستطيع انها بجشة اللي مش متعصب ومش منحاز لأي طائفة ولا أي دين، انها يعني تكون حكم بين الطوائف والاتجاهات الموجوده. خليني يعني اخرج من جوه لبره شويه، يمكن بدات مع سيادتي اللي هو في بدايه الحلقه، وشفنا زياره الرئيس الاخيره لروسيا، فهل المنظومه اللي حضرتك اتكلمت عليها دي في هيبه الدوله كانت ورا او كانت سبب في اللي احنا شفناه من استقبال للرئيس هناك مقارنه مثلا بزياره مرسي مثلا؟ احنا فهيبه الدوله برضو هنا ده رئيس محترم منتخب، رئيس بياخد قراره بمستشاريه، رئيس القصر في القصر الجمهوري القرار بيطلع من القصر، لكن زي الماضي القرار كان بيجي من خارج القصر الجمهوري، اصبح رئيس دولة لها رئيس ولها مسؤولين ولها قرار بيمر في مؤسسات والتشاور. فالرئيس لما رايح روسيا رئيس الدولة ياخد قرار هو مستشاري، لكن مش رايح رئيس رايح ديكور، يعني رئيس مش لا يملك قرار نفسه حتى. فالحقيقة دي رجعت هيبة الدولة واستقرارها وشكلها، يعني ان تكون عصابة يعني ايا كان، يعني انا نتجاوز عن المسميات، ان دولة بتحكمها جماعات والرئيس ما هو الا مندوب تلك الجماعة، ده شيء كان حقيقة يهز هيبة الدولة الى أبعد الحدود. لو أخذت من اللي قاله الأستاذ خالد واروح برضو بيه للمشهد الأمني من خلال سيادة اللواء، بكرة يا سيادة اللواء
احنا النهارده شايفين لو اتكلمنا عن ترمومتر عوده هيبه الدوله فاحنا شايفينه كل لحظه مؤشره بيعلى، لكن بكره احنا محتاجين ايه علشان خاطر ان يصبح علينا اليوم اللي نقول فيه مصر خاليه، اصبحت خاليه من الارهاب، قدرنا نقضي على كل البؤر الاجراميه اللي موجوده، قدرنا نقضي على كل من يحدث حاله من حالات الخلخله والبلبله في الشارع المصري. اولا سؤال جميل من مذيع جميل، ربنا يخلي حضرتك. اولا هي حته كيف نقضي على هذا الشيء ده تجاه الدوله بهيبتها نحو التنميه، بس وسير عجله التنميه بقوه عايز هو الذي سيخضع الارهاب، بالرغم من وجود حملات مضاده من الداخل والخارج كويس لحد من هذا التطور، عارفه بتعمل ايه كويس، وعارفه حجم التهديدات اللي جاي لها والمخاطر اللي والاثنين ماشيين في اتجاه واحد، في اتجاه الامن ماشي ضد الخارجين على القانون والهادمين لسيادة الدولة تاخذ اجرام اجراء، والجزء الثاني ماشي في خط التنمية، لأن القضاء على الإرهاب بدايته لابد من إنهاء حالة البطالة، لابد من حد من مشكلة البطالة، لابد من حد من مشكلة العشوائيات، لابد من إعادة إصلاح منظومة التعليم، لابد من إعادة إصلاح منظومة الأزهر والدعاء كويس، كل هذه الأشياء حاجات تنموية اجتماعية اقتصادية تحد من الارهاب، بيدعمها الامن وهي ماشيه في طريقها، تدعم الامن، كل ده بيدعم الامن. يدعم الامن ليه بقى يا فندم؟ ليه النهارده لو انا النهارده البلد منتعشه اقتصاديه، بتنقلب الجريمه من جريمه عدائيه بشده الى جريمه خفيفه، يعني مثلا بدل ما تبقى جريمه سرقه بالاكراه تبقى جريمه نصب، جريمه شيك بدون رصيد، لكن لو حاله اقتصاديه متأزمة تكسر الشرقات والسرقات بالإكراه، لكن لو الحالة اقتصادية ميسرة بتلاقي القضايا قضايا نصب أو قضايا خفيفة. فإذا هنا مسار الدولة الحقيقي في عملية الحد من الإرهاب هو بدايته هو مسار التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والثقافية اللي هي حاليا ماشي حاليا، بالإضافة إلى الخط الأمني، يعني الخط الأمني لا يكفي لمكافحة الإرهاب، لكن لابد أن يسير موازي له خطوط التنمية الاقتصادية، خطوط التنمية الاجتماعية، خطوط التنمية الثقافية. لابد من التحدي الدولي في مواجهة الإرهاب، لأن الإرهاب ليس له مكان وليس له زمان. يمكن ده اللي قاله الأستاذ عاطف اتصاله، أنه محتاج الدول اللي بتعاني من ولايات الإرهاب. بمعنى فضل أنا عاوز أتبادل معلومات، عاوز أعمل سيطرة على الحدود. كل ده لازم يكون في تعاون دولي، النهارده عشان انا احد من حدودي عاوز تعاون مع الدوله المجاوره، لو انا عاوز متهمين من حته لازم اجيب تعاون دولي كويس، عاوز لان لابد من تكفيف هذه المنابع كويس. دي موضوع الارهاب ليس له مكان وليس له زمان وليس لانه لا يفرق بين رجل وامراه، دولت ناس. وبعدين الجماعات الارهابيه الموجوده على الساحه وكلام ما يدعم ده، دي كلها جماعات تحركها الدول المعادية لإثارة بلبلة داخلية على الحدود، لكن جميع الأجهزة الأمنية على علم بما يحدث، ونحن بفضل الله قادرين على حماية حدودنا، وهذه هي هبة الدولة ان شاء الله. ونأكد على ده والاستاذ خالد لو خدت من كلام سيادتي اللي هو في مساله هيبه الدوله برضو في الفكر، احنا كنا بنتكلم ان الفكر يعني ما اقدرش احاربه او اواجهه الا الفكر زيه، عشان كده الاهتمام بمساله التعليم. كنا شفنا فتره من فترات مساله المراجعات الفكريه اللي كانت موجوده، لكن احنا دلوقتي عندنا شباب موجود بيخرج في الشارع، بيخرج في تظاهرات سلميه او غير سلميه، لكن في النهايه احنا قدام مجموعه من الشباب امر واقع، هم ولادنا مصريين، ما نقدرش ان احنا نتخلى عنهم او نركنهم او نرتكن الى اللي بيفعلوه، وشايفين قدام ده حركه اخوان بلا عنف اللي هي طالعه تتكلم انه احنا مش تبع دول وتبع دول. شايف حضرتك ازاي اقدر اواجه ده لو انا فكرت الفكر بالفكر؟ هل انا عندي الفكر اللي يقدر يواجه ده، ولا انا محتاج ايه هي الرساله اللي تبقى الاعلام قادر يقولها، المؤسسات قادره تقولها لمحاوله رجوع الناس دي تاني لحضن البلد؟
احنا لابد نكون نثق في فكرنا ونثق في ان الاديان السماويه هي اديان بتحض الى التعايش والى الى الموعظه الحسنه والى التعامل بالتي هي احسن. الازهر لو اتيحت له فرصه للدعوه وبيان ان الاسلام مش دين عنف ومش دين ما يحدث في داعش من قتل من قطع للرقاب والمحاكم اللي ليس من الاسلام، لابد يعني يظهر ناس من ازهر انهم ان التعايش بين بين طوائف الشعب، ان الصوره العنيفه الصوره اللي هي بيربى عليها افراد التنظيمات، ويعني المصيبه الكبرى في فكر التكفير اللي انتشر، فكر التكفير ده انتشر عندنا في السبعينات لكن قاومناه الحقيقه وبدا يعني يندثر وبدا ينتهي. هل احنا رجعنا للمرحله دي ان احنا شايفين فكر التكفير ده مره ثانيه؟ طبعا هو فكر التكفير ده ظهر في مصر في سنه 65 و66 في فتره السجون عبد الناصر، وطلعت مجموعه تحمل هذا الفكر شكر مصطفى ومجموعات اخرين وبدا ينشره في سنه 70 وانتشر هذا الفكر. لكن الحقيقة ربنا قيد لمجموعة من الناس اللي فاهمين الدين باعتدال انهم يردوا هذا الفكر، وهيبت الدولة دلوقتي اكيد في المرحلة اللي احنا فيها قادرة ان احنا الدولة الحل الامني ليس هو الحل الامني فقط. انا يا استاذ سامع عاوز اقول لحضرتك ان انا يعني في ثقافة لابد الناس يعني احنا لابد نثق في ثقافتنا وان احنا ثقافتنا صحيحة، يعني يبقى عندنا ثقة ان هذه افكار دخيلة افكار غير حقيقية افكار لا تعبر. يعني شعب مصر اللي تعايش لما جت مصر كدولة فرعونية وبعدين دخل الدين المسيحي دخل وبعدين جاء الفتح الاسلامي دخل تعايش الناس في السلام، لا لم نسمع على مجزره ولم نسمع على تطهير عرقي ولم نسمع ظلت الاديان والحمد لله موجود. لغايه دلوقتي احنا يعني المساله كلها هي في النهايه مصر واحده هي مصر الحلوه اللي احنا بنتكلم يعني بيها، يعني نسيج واحد في القرى فيه قرى كتير فيها مسيحيين وفيها مسلمين، دول واخدين اراضي من دول بيزرعوا اراضي من دول، دول تعايش يعني ده هو مصر اللي احتضنت واللي كانت هي التعليم الاسلامي زي ما قلنا الازهر اللي انتشر من مصر للبلاد الثانيه هو اللي بيتعايش مع الاخر. كنيسه فيها الكنيسه الارثوذكيه يعني العملاقه اللي يعني هي في افريقيا منار لافريقيا كلها للطائف المسيحيه. احنا مصر دي لها ثقافه، ثقافه التعايش، ثقافه الاعتدال، دي لابد الدعاه يتكلموا، الناس لهم تجارب مع جماعه الاخوان والجماعات المتطرفه تتاح لهم الفرصه انهم يتكلموا. تقويم يعني مسألة تقويم الفكر تقويم. بتاع هؤلاء الشباب التطرف ده مرض مش مرض بيصيب دين واحد فقط والله لا ده التطرف ده لما بيصبح يعني مرضه، ما احنا شفنا في دول افريقيا بيدبحوا بعض القبائل بتبيض بعضها قبيلة الهوسة او قبيلة بنشوف في افريقيا الوسطى بيدبح المسلمين هناك ده مرض مش دين حقيقي ولا وطنية حقيقية ولا قبلية حقيقية. التطرف ده مطر مرض خطير يعالج يعني علاجه بقى مثلا بالدين الصحيح وبالمفهوم الصحيح للأديان اللي بتدعو للاعتدال وللحب ورد الإساءة بالحسنة والإقناع والقدوة الحسنة، وزي ما سيادة اللي قال إن احنا يعني الدين بينتشر بالأخلاق الحسنة لكن انت لما تدبح الرقاب داعش دي مين اللي حي يعني مين اللي حي يعني دي أكبر إساءة للدين. طبعا طيب خلوني برضو ارجع باللي بيحصل واربط ده يعني التعاون اللي احنا اصبح الشارع شايفه ما بين الجيش والشرطة ومن خلفهم الشعب، المثلث ده هو قادر ازاي يكون جزء في هيبة الدولة وتنميتها؟ احنا شايفين شرطة شغالة وجيش شغال وشعب واقف ورا الاثنين، لكن في النهاية هذا المثلث عندما يكتمل ممكن يكون مردوده ايه على الشارع وعلى الدولة؟ اتفضل يا سيدي. هو فندم هو بعد 30 يونيو ربنا عشان يحمي هذه البلد كويس ان كان الشعب هو الفيصل في هذا الموضوع. الدول الاوروبيه لم تستوعب 30 يونيو. 30 يونيو ده انتفاضه شعبيه حماها جيش الشرطه. لكن طبعا يعني هي انتفاضه شعبيه حماها جيش الشرطه. النهارده
عشان الجيش والشرطة يعملوا بنجاح لابد أن يكون الظهير بتاعهم الشعب، ولذلك البطل في هذه الملحمة هو الشعب. ليه؟ لأن النهاردة الإخوان بتضرب أبراج الكهرباء عشان تزود السخط على الإيه؟ على الحكومة، ومع ذلك هم الشعب متقبل رفع الأسعار، عاوزين ياخدوه زريعة للدولة الناس استوعبها. هو ده دور الشعب المصري العظيم، في ان هو مستوعب الاحداث. النهارده لما احنا بنقول على الشعب المصري ان هو يمد تلك الاجهزه باي معلومات لديه ايا كانت هذه المعلومه صغيره، لكن بالنسبه لرجل الامن فهي كبيره. ليه؟ لان هو بيعمل ربط ما بين الاحداث. يعني انت ممكن تقول لي معلومه انت شايفها انها بسيطه ما تلزمنيش، لكن انا لما باخدها بحللها بربطها بأحداث أخرى بتطلع المعلومة قوية تفيد في مأمورية كبيرة تجهد تقوم بها عملية استباقية. الاستباقيات هنا اللي بنتكلم فيها. فهو دور الشعب هنا كان دور محوري قوي جدا في إمداد المعلومات، وزلنا نطلب من الشعب إمداد تلك الأجهزة بالمعلومات عن أي شخص غريب تواجد في المناطق، عن أي جسم غريب شاهدوه، على عدم الانزعاج من اي بلبله. هل الشعب اصبح على وعي كامل؟ الشعب على وعي. الشعب استفاد النهارده، الشعب المواطن النهارده لما بينزل يلاقي مثلا واحد عاوز يحطه في متر قنبله، واحد يحطه في مش عارف بكام، لكن ما زال الشعب بينزل يمارس عمله بيروح ويجي كلام من ده. وتصدى الموتوسيكل اللي القى قنبله على قسم شرطه الدقي، ما هو سائق تاكسي هو اللي يعني تتبعه واللي جابه. من ارض النخوه موجوده في الشعب المصري طبعا، النخوه موجوده بالفعل والله، ده حقيقه. لكن هو زي ما بقول لك الشعب هو الظهير الاول للاجهزه الامنيه، وان هو دوره قوي جدا. واطلب من الشعب المصري واناشده بحكم ان انا جزء من هذا الشعب او فرد من ابناء الشعب، ان هو يزال يستمر في مساندته للاجهزه الامنيه في حربها الضروب تلك امام تلك الجماعه التي تريد ان تهدم الوطن. المناجده يمكن اللي قالها سياده اللواء، قادر حضرتك برضو تحطها لنا ازاي في السياق، وان حضرتك باحث في شؤون الحركات الاسلاميه واكيد عارف فكر هذه الجماعات وهذه التنظيمات. الحقيقة الشعب المصري بتدينه المعتدل السهل البسيط المتقبل للآخر بطريقة يعني مش مفتعلة وطريقة طبيعية جدا، وده جزء من تدينه. تقبل الآخر ده جزء من التدين، وده يعني لكم دينكم ولا دين يا باشا، ده عبادة. يعني تقبل الآخر ده عبادة، يعني ده من صلب العبادة. الحقيقة احنا يعني انا في عجالة يعني في نهاية حكم مرسي احنا شفنا الدنيا ضايعة، البلد ضايعة، ووقفنا المرسي هو بيحكم. الشعب تجاوب، يعني الشعب نفسه شعب الوعي، تكلمنا في القنوات وتكلمنا ومرسي موجود، يعني كنا بنأمن ان الشعب استجاب. فالشعب المصري قادر على، يعني عنده استعداد للاستجابة، وزي ما خرج في 30 يونيو الشعب المصري قادر انه يلتف حوالين قيادته. التنظيمات التكفيرية الجهادية تنظيمات خطيرة جدا، تنظيمات لا يعني تدعو الإسلام ولا حتنصر الإسلام ولا حتقيم الإسلام ولا هذه أشياء بعيدة تماما عن دي. تنظيمات يستغلها أعداء الأوطان من يريدون تخريب هذه البلدان، بيستغلوها الحياة لتفتيت الأوطان. داعش اللي طردت المواطنين العراقيين أيا كان أديانهم، ده دين ايه اللي هتدعو له؟ دين ايه اللي هتقيمه في الـ في الـ في العراق؟ فالحقيقه مصر ان شاء الله ستتعافى، التنظيمات التكفيريه والمتطرفه لن تستطيع ان تجد لها، ستنتهي قريبا ان شاء الله في مصر، وسعود مصر بلد واحده متحابه متعافيه من كل ان شاء الله. في نهايه حلقتنا سياده اللواء، انا حابب اقول للمواطن او حابب حضرتك تقول للمواطن هيبه الدوله وتاكيدها، احنا محتاجينها في ثلاث اربع كلمات اقدر اقول له هيبة الدولة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، وانت كمواطن عليك ان انت تنفذ ده. اولا انا بطلب من الواطن ان يحافظ على هيبة الدولة في انه يلتزم القانون، يعني يبدأ بنفسه اولا، يبدأ بنفسه
يعني انما النهارده لما اجي اقول للمواطن رخصه بتاعتك اتفضل، لا داعي للمشاحنات اللي هي بيزنطيه. كويس، ولا بد ان يعلم ان الدوله، ان القائمين على الدوله حريصين حرصا كاملا على ارضاء المواطن، ولكن المواطن متعجل النتائج، متعجل النتائج، مسؤوليه كبيره والتركه ثقيله، ولا يقوم بهذا العمل الا ناس تحب الوطن. لابد ايها المواطن ان تساعد القائمين على العمل، اولا بان تعمل دون ان تهدم، ليس مطلوب منك الا ان تعمل دون ان تهدم، وتشجع من يعمل، وتحس على من لم يعمل. يعني ده انا دي طلبي من المواطن، واطلب من المسؤولين ايضا ان يعوا ان المواطن عندما يتحمل يتحمل من اجل ان يعيش عيشه حره كريمه باذن الله. يمكن النهارده في حلقتنا في مصر الحلوه قدرنا نحط ايدينا على حاجه مهمه جدا، وهي عوده هيبه الدوله المصريه داخليا وخارجيا، انعكاسات ده على المواطن المصري في الشارع، انعكاسات ده على صوره مصر في الخارج بره، انعكاسات ده كمان على ان مصر اصبحت القدوه والملهم لكل الدول اللي موجوده حوالينا في محاوله اعاده واحياء هيبه الدوله وهيبه الدول المحيطه كمان. وهيبه الدول المحيطه كمان. انا بشكر ضيوفي في الاستوديو سياده اللواء اسامه الطويل مساعد وزير الداخليه الاسبق، كنت شرفتنا ونورتنا في مصر الحلوه، والاستاذ خالد الزعفراني الباحث في شؤون الحركات الاسلاميه، نورتنا وشرفتنا في مصر الحلوه. والله جدا، ويمكن النهارده مصر الحلوه كانت معاكم بضيوفها اللي زادوها حلاوه واللي اكدوا على رياده هذه البلد. يمكن بدانا معاكم من الضربات الاستباقيه اللي قامت بيها وزاره الداخليه في حمايه امن المواطن في هذا اليوم اللي الناس داخليه وقوات المسلحه، وقوات المسلحه يعني داخليا وخارجيا في حمايه امن الشارع والمواطن، بس يعني عشان يبقى منصفين يعني. في هذا اليوم اللي كان فيه تحذيرات كثيره جدا من أنصار الإخوان وأنصار بعض التنظيمات اللي كانوا بيقولوا إنه بيحذروا الناس إن هي تنزل الشوارع، لكن المواطن المصري كان قادر وعارف إن وراه جيش وشرطة قادرة إن هي تحميه وقادرة تأمن له شرعه وقادرة تأمن له طريقه. هي دي مصر الحلوة اللي إحنا اتكلمنا فيها. في نهاية الحلقة أنا عايز أبدأ بيكم، عايز أنهي معاكم باللي بدأته معاكم، الدعاء يمكن اللي قاله عبد الحليم حافظ في وقت من الأوقات اللي قلنا كلنا لازم نسترجعه، لما قال اللهم انصر بلدي وأيدها، سدد خطوتها وخد ايدها، يا رب اجعلنا نحقق كل خيال، اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال، وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، فجر يا نبيع الخير تحت ايدينا، المستقبل خليه نور قدامنا، اللهم انظر لعملنا، بارك في جهادنا ونضالنا، واحفظ مصر بلدنا. هنشوفكم بكره، انا النهارده كنت مفتقد زميلتي وشريكتي في البرنامج ألفت، لكن ان شاء الله اجازه سعيده وتكون معانا باذن الله من الحلقات اللي جايه، نشوفكم بكره في مصر الحلوه وتصبحوا على خير.